تشهد أسواق محافظة أرخبيل سقطرى ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية، مع استعدادات المواطنين لاستقبال الشهر الفضيل. أسباب ارتفاع الأسعار هنا عندنا هي نعوزها إلى العملة. العملة إشكالية وعملية النقل إشكالية أخرى. الأسعار هي متعلقة بأمر العملة ثم بأمر النقل. النقل هنا لسقطرى صعب جدا، وخصوصا على قدوم الخريف الآن يتوقف عملية النقل. العملة اليمنية انهارت شوي يعني أمام العملة الأجنبية، وكذلك الأسعار كل يوم يعني في الأسبوع وفي الأسبوع الآخر السعر يختلف عن سعر. اندلاع الحرب التي تسبب بها انقلاب الميليشيا ألغى بضاله على تدهور الحياة المعيشية على سكان الأرخبيل كغيرهم من أبناء اليمن، خصوصا في الجانب الاقتصادي. كما أن أسعار العملة المحلية شهدت تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، ما دفع بالتجار إلى مضاعفة أسعار السلع بشكل شبه يومي دون مراعاة حالة المواطن المغلوب على أمره. والحين جيت ولاحظ زمان كله خالي، خالي الثياب، خالي الرز، خالي السكر، خالي كل مكان خالي. تدهور الحياة المعيشية للمواطن السقطري واليمني بسبب ارتفاع الأسعار وأيضا تغير العملة. ثاني شيء عدم وجود الرقابة على الأسواق لضبط هذه الأسعار وضبط أيضا المواد الغذائية التجارية. تستمر معاناة المواطنين هنا خلال هذه الأزمة التي عصفت بحياتهم المعيشية، لكنها تتفاقم في ظل مناسبة كهذه التي ينتظرون قدومها منذ عام، فتأتي مثقلة بزيادة في الأسعار. ارتفاع الأسعار في الأسواق ضاعف من صعوبة الحياة المعيشية في ظل غياب دور خرفة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسعار تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يفترض أن تساهم الرقابة الحكومية في الحد من قشع التجار. هكذا تبدو أسواق محافظة سقطرى في ظل ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان، حيث تشهد تدهورا في الحياة المعيشية ما بات شكل على السكان صعوبة في الحصول على مستلزمات الشهر الفضيل. محمود فتحي، لقناة بلقيس، سقطرى.